هذه الثورة الجزائرية التي شكلت مصدر إلهام لحركات التحرر الوطني خاصة في داخل فلسطين المحتلة. مش بس قيادتنا الفلسطينية اللي لازم تؤمن بشعب فلسطين وتتحدث عنه بأجمل وأرقى الكلمات، الشعب الفلسطيني بأكمله يؤمن ويفتخر ويعتز بحكومة الجزائر جيشا وحكومة وشعبا ممثلة برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أحبابنا الكرام، بداية برحب بكم في حلقة نارية للأخ الأستاذ رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس والمسؤول عن المكتب السياسي لحركة حماس في غزة الدكتور إسماعيل هنية. جاء بكلمة نارية موجهة للجزائر وأغضبت المغرب وأغضبت الإسرائيليين. هذه الكلمة التي بمثابة شرف عظيم للشعب الفلسطيني، وبكل تأكيد هي تأكيدا على الثوابت وتأكيدا على الحب المبني بيننا وبين الشعب الجزائري. بداية، إذا أنت بتحب ابن فلسطين وبتدعم الشعب الفلسطيني، دعمنا هاي الحلقة، حط لنا لايك الآن وانت بتشاهدنا، نزل حط لايك، اشترك في هاي القناة إذا أنت مش مشترك، ودعمنا ابن الفلسطينيين. وبداية جمعتكم مباركة ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. خلينا نشوف مع بعض أحبابنا الكرام شو قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ الدكتور إسماعيل هنية بحق أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. هذه الكلمة التي وجهت نارية وأغضبت الاحتلال والمتطبعين بكل تأكيد، ولكن نحن نؤكد أن مهما اختلفت السياسات، قبل ما نفرجكم الكلمة، مهما اختلفت السياسات، الثوابت الحقيقية لتحرير فلسطين ما زالت موجودة في قلوب قيادة فلسطين بكل تأكيد. فلسطين باتت محررة في أعيننا وستبقى محررة في أعيننا، ولا مكان للاحتلال الصهيوني بإذن الله وسط الفلسطينيين. الشعب الجزائري سيكون حليفا لتحرير فلسطين بكل تأكيد، كما سيقوله الرئيس إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كما ستسمعون الآن في كلمته. خلينا نشوف مع بعض شو قال في هذه الكلمة، وكلام لا يصدق وأدهش الجميع وأرعب الصهاينة وأرعب المتابعين بكل تأكيد. تعالوا مع بعض نشوف هذه الكلمة. بنأكد قبل ما نبلش، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتضغطنا لايك وتشاركنا هذه الحلقة مع الأصدقاء. وخاوة، القدس حتظل عاصمة لفلسطين شاء من شاء وأما من أبى. تعالوا نشوف مع بعض هذه الكلمة. لاسترجاع السيادة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعبر عن تقديري العالي لهذه المقابلة، وأوجه أيضا التحية والتقدير والاعتزاز للجزائر رئيسا وشعبا، وأتقدم لهم باسمنا وباسم شعبنا الفلسطيني بالتهنئة بالذكرى 60 للاستقلال والاسترجاع السيادة الوطنية. هذه الثورة الجزائرية التي شكلت مصدر إلهام لحركات التحرر الوطني خاصة في داخل فلسطين المحتلة. نعم، هي المرة الأولى التي أتشرف بزيارة الجزائر، ولكن الجزائر حاضرة عبر التاريخ وعبر الحاضر أيضا في قضية فلسطين، وأيضا حاضرة في ذاكرتنا كأجيال فلسطينية تقود حركة المقاومة على أرض فلسطين. طبعا أنا ممتن لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه الدعوة وهذا الحضور، حيث هذه المرة امتزجت احتفاليات الاستقلال بالقضية الفلسطينية، وكانت حاضرة القضية الفلسطينية في بعدها السياسي وفي بعدها المقاوم على المنصة الرئيسية، وهي تشاهد هذا العرض الذي قدمه جيش الجزائر للأمة الجزائرية وأيضا لكل أحرار العالم. لذلك أنا سعيد بوجودي بالجزائر. سعداء أيضا بتواجدك بيننا. نعرج ربما على القوس الذي فتحت، وجودكم ضمن ضيوف الشرف في الصفوف الأولى والأمامية وفقة رئيس الدولة الفلسطينية، وثلة من الأشقاء والإخوة من رؤساء العربية وحتى رؤساء الأفارقة. وجودكم أسال الكثير من الحبر، وكانت لديه دلالات قوية. ليس غريب على الجزائر، هذه أرض الشهداء وأرض الثوار، هذه التي واجهت الاحتلال الفرنسي على مدار 132 عام، وتقلبت الجزائر على جمر السنين. أنا كنت بجولة في متحف المجاهدين، متحف الحربي العسكري، ونظرت إلى حجم الفظائع والجرائم التي وقعت ضد
الشعب الجزائري الشقيق، ولكن في ذات الوقت أيضا شاهدنا صورة البطولة والعظمة والثورة والمقاومة التي فجرها الشعب الجزائري جيل وراء جيل حتى استطاع أن ينجز التحرير والاستقلال. نحن نستلهم بالتأكيد من الثورة الجزائرية دروس كثيرة. كنت بالأمس في لقاء مع سيد رئيس مجلس الأمة الجزائرية، قلت بكل وضوح أن هناك متشابهات كثيرة جدا بين فلسطين وبين الجزائر. الاحتلال الفرنسي كان احتلالا استيطانيا وإحلاليا، هكذا هو الاحتلال الصهيوني. الجزائر لم تتحرر إلا بالكفاح المسلح، وأيضا نحن نعتقد أن المقاومة في فلسطين هي الخيار الوحيد للتحرير ولاسترجاع حقوقنا المغتصبة، وفي مقدمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. لا شك بأن تكون المقاومة على منصة قيمة وعميقة، وهي هوية الجزائر. هذه الجزائر التي تحتضن القضية الفلسطينية وأيضا تحتضن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال حتى الاستقلال وحتى التحرير. وجودكم اليوم بالجزائر ووجود المقاومة كما تحدث في الصف الأول ربما هو تصدير لموقف جزائري وعقيدة ثابتة من الجزائر على مر السنين بدعم المقاومة ودعم حركات التحرر في العالم على رأسها القضية القضية الفلسطينية. أي دلالات أي أبعاد نقرأ من هذا الدعم؟ حينما ننظر اليوم إلى ما الذي يجري في المنطقة في محاولة الاختراق الصهيوني لهذه المنطقة والحديث عن بناء الأحلاف العسكرية والأمنية ودمج الكيان الصهيوني في المنطقة، حينما تقف الجزائر اليوم في وجه الرياح العاتية التي تهب على هذه المنطقة فتؤكد تمسكها بالثوابت العربية الإسلامية تجاه قضية فلسطين، وأيضا أنها ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنها أيضا ترى أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقاوم الاحتلال، هذا تأكيد على أن الجزائر تعود منتصبة القامة في وجه يعني هذه المحاولات لاختراق المنطقة، وهي أيضا تمثل عمق استراتيجي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أن الموقف الرسمي في الجزائر هو يتماهى بالكامل ويعكس المزاج الشعبي داخل الجزائر. القضية الفلسطينية قضية كل بيت في الجزائر، كل طفل، كل امرأة، كل شيخ، هذا عشق أبدي بين الجزائر وبين فلسطين. نحن نشاهده في كل المحافل، حينما تكون الجزائر حاضرة في ملاعب كرة القدم، حينما تكون حاضرة، حينما يرفع العلم الجزائري يرفع العلم الفلسطيني. ربما أشير أيضا أن هناك قوافل كثيرة وصلت إلى قطاع غزة من أجل كسر الحصار من دول كثيرة من العالم ومن شعوب العالم، وهي كلها قوافل يعني محل تقديرنا واحترامنا. لكن القافلة الأكبر عددا التي دخلت إلى قطاع غزة هي القوافل الجزائرية، أكثر من 1000 رجل وامرأة من الجزائر قطعوا هذه المسافة آلاف كيلوات حتى يصلوا إلى قطاع غزة، وأقاموا الكثير من المشاريع الإنسانية والخدمية والصحية والتعليمية وداخل قطاع غزة في خطوة عظيمة جدا لمواجهة هذا الحصار وكسر هذا الحصار. حقيقة أنا قلت أنه في هذه الزيارة جمعت أطراف الخير، يعني شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. نحن في العشر من ذي الحجة وهي أيام عظيمة، ونحن شرف المكان، أرض الشهداء وأرض الثوار وأرض هذا العمق الذي يشكل ذاكرة الأجيال التي عاشت وما زالت على وقع أن هذه أمة شاهدة وأمة قادرة وأمة يمكن أن تنجز مشاريعها الكبرى، وأيضا شرف المناسبة الاستقلال والتحرير والانتصار ودحر الاحتلال. فهذا أمر يعني كان له دلالة في نفوسنا، والشعب الفلسطيني احتفل أيضا بذكرى الاستقلال بالجزائر وليس وأنتم أعتقد أنكم قمتم ببث فعالية من قطاع غزة محتفلة بذكرى الاستقلال، وأيضا فضائية الأقصى نقلت على البث المباشر الاستعراض الذي
كان في ذلك اليوم. زي ما شفنا أحبابنا الكرام، كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بكل تأكيد هي كافية ووافية لنثبت ما هو الحب الذي بيننا وبين الشعب الجزائري، ما هي الثوابت والقواعد الأسسية ما بيننا وبين الشعب الجزائري. بكل تأكيد نفتخر ونعتز ونحتدي بشعب الجزائر العظيم، ونتباهى بهذا الشعب المعطاء لأجل القضية الفلسطينية. نهاية حلقتنا أحبابنا الكرام، بنأكد أن الشعب الجزائري دوما يكون نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ونحن نعيش بنفس هذا الشعب الطيب ونفس هذا الشعب العظيم. كل تحية لرئيس المكتب السياسي حركة حماس إسماعيل هنية، كل تحية للشعب الجزائري، القدس عاصمة لفلسطين. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى الاشتراك في القناة في هذه الجلسة يصلكم كل جديد. ووالله مهما حاول المفسدين والمتآمرين على أن يطمسوا هذا الحب فيما بيننا فلن يستطيعوا، فإنما حبنا حافظه الله عز وجل. إلى اللقاء.